الحكومة المصرية لإطلاق بوابة حكومية موحدة للمناطق الاستثمارية والصناعية الجاهزة للطرح في 9 محافظات وثمان مدن جديدة مطلع سبتمبر المقبل. يأتي هذا في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار. تستهدف الخريطة الاستثمارية الصناعية مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة بناء على معلومات واضحة حول الإمكانات والتسهيلات المتاحة والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها. وسيتم تبسيط إجراءات حجز الأراضي والتواصل الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي التنمية الصناعية. وستضم البوابة قسما خاصا باستكشاف الفرص الصناعية وحجزها إلكترونيا تتضمن إجمالية المناطق الاستثمارية الصناعية المؤكدة والجاهزة للطرح على البوابة الإلكترونية. جاءت الفرص المتاحة التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية في كل من 15 من مايو وبرج العرب والصلاحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر. وكذا تضمن العرض الفرص الاستثمارية بمحافظات الغربية وبورسعيد وكفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية وقنا والمنيا وأسيوط والقاهرة.